هذه فيها اون كاباسيتي تاع 100 طن فريمون 100 طن. هذه واسمها كلاس، وصح هي كلاس بارك الله. دونك ابري نوري لكم العمليه كيفاش يصرى كلش من الفوق. ايبا الخلاصه انه ما بين الحقيقه والخيال، انه الحقيقه حنا قدرنا من الصحراء قاحله تبارك الله نزرعوا ونحصدوا، والخيال تريكو خريطه اوكين علاقه. يا حسره. شوف حلل وناقش. هنا رانا في ولايه اضرار، الناس حصدت وزرعت والخير راه كاين. هاد الولايه اللي مدت بزاف للجزائر، وكانوا يقولوا بلي الجنوب من وقت فات هو يمد لنا في البترول، واليوم ثاني راح يمد لنا الزراعه ويمد لنا الفلاح. اضرار بوابه الساحل 300 كيلو على حاجه. نو سيلمون بوابه الساحل، بوابه افريقيا. ايه الساحل الافريقي، بوابه تاع الساحل الافريقي. راك تشوف الخير هذا كاع اللي راهو كاين. تحيه الجزائر وتحيه الجنوب واقصى الجنوب. صحيت ومازال الخير القدام. انا واش يتبالي سنقري، اسمح لي مع كل احتراماتي، انا يتبالي هذه ارتيفيسيال ماشي صح. وانت هذا الذكاء الجزائري. هذا الذكاء الجزائري. هذا الذكاء الجزائري. فوالا الذكاء الاصطناعي تاعهم تاع الاخرين. هذا الذكاء الجزائري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله في الجزائر. مرحبا بكم. شكرا. مرحبا بك في الجزائر. الله يسلمك. شكرا. خويا العزيز باش نتفاهموا دقيقه اولاتها. بسم الله. باش ما يقولوش كذا باسكو كلش راهو خضر هنا تبارك الله. الحمد لله. هنا وين رانا باش نقولوا لهم؟ هنا رانا في منطقه تيموكتون تابعه لولايه البلديه اولف لولايه اضرار. 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 زيد عاودها. اضرار. اضرار وخضره باذن الله. صح. باذن الله. كي قلت خضره شوف انا شفت، شوف انا حندير يدي نجبد حاجه هكا فور هكا هكا بلا ما تقول واحده. تبارك الله. الور حلل وناقش. بسم الله. بسم الله. درك هنا راكم في شركه دونايسر. شركه تركيه جزائريه، يعني هي هنا كاين حوالي 200 خدام جزائري وحوالي 20 خدام تركي بين يعني مهندس وعامل يومي. وشركه تختص في زراعه الحبوب بصفه عامه، اللي هو القمح الشعير والفصه والذره. نعم. وكذلك كان هذه المنطقة اللي راكم فيها هي منطقة خاصة بزراعة الخضروات واللي منها الدلع. باش نتفاهموا، هذه رياليتي وهذه شوف وين راني نتمشى باسكو تبارك الله. شوف الأرض تجيب الأرض هنا باش تفهموني علاش راني كي نتمشى راني نتكعول. الأرض تجيب ونعاودها، هذا فري ماشي ذكاء اصطناعي. لو كان نخدمها كامل بالك نقعد شهر وما نكملش. اون توكا الخلاصه اللي نقدر نقولها، كي تكون الاراده السياسيه وتكون اراده ثاني تاع المستثمرين وتتجسد في ارض الواقع، ريزولتا يكون جنه كيما رانا نشوفوا فيها. ولا واش قالوا الكاتب؟ كلام صواب. هذه هي الاراده السياسيه، دعم تاع الدوله، عزيمه تاع المستثمرين جزائريين ولا الاجانب، عطاتنا هذا الواقع الحقيقي اللي ماهوش ذكاء اصطناعي، واقع حقيقي. نو نقدروا نقولوا هو ذكاء جزائري. جزائري. شفنا القمح، شفنا الحبوب، شفنا ايضا هاوليك الدلع، شفنا امور كثيره. كيما قلت لو كان نحب نورو كلش شهر وما يكفيش. بزاف بزاف. ولكن الاراده السياسيه وعزيمه المستثمرين وعزيمه الفلاح الجزائري، هذه الواقع. اضرار اللي اي واحد تقول له اضرار يقول لك اضرار صحراء. صحراء قاحله. ولكن هاي النتيجه راهي توكل كاع الجزائر. فوالا وراهي ايضا بوابه افريقيا ان شاء الله نتمنى. ويقول لك واحد المثل اللي يقول لك الايام اللي يروحوا خير من اللي يجوا، ولكن انا واش انا حنقول الايام اللي راهم جايين خير من اللي فاتوا. السلام عليكم.